طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله باشمهندسين اكون معاكم مهندس عبد الرحمن قطب. الفيديو التاسع بتاع لينا النهارده باشمهندسين، الفيديو التاسع على قناتي على اليوتيوب عبد الرحمن قطب بالشرح الخرسانه. هنتكلم فيه عن هاو تو كالكوليت التوتال ديفليكشن باستخدام برنامج سيف. الديفليكشن بشكل عام يا باشمهندسين هو بيبقى مشكله لناس كتير قوي في حته الحسابات بتاعته ايه. فان شاء الله الرحمن الفيديو النهارده هنوضح شويه التوتال ديفليكشن حساباته باستخدام برنامج سيف، وهنتكلم برده شويه عن الشغل المانوال بالنسبه للتوتال ديفليكشن لحساب التوتال ديفليكشن. طيب بالنسبه للسيف يا باشمهندسين، احنا هنتكلم عن سقف عندي سوليد سلاب، سقف سوليد سلاب كمرات وبلاطات هنتشيك ديفليكشن عليها، وسقف فلات سلاب وسقف فلات سلاب. طيب ماشي، في الاول كده يا باشمهندسين، في البدايه لو انا مثلا معايا مشروع، والمشروع ده بيبقى فيه بلاطات وكمرات كتير، اكيد يا باشمهندسين مش هروح امسك كل اليمنت واتشيك عليه ديفليكشن اكيد، فمانوال يعني. فالافضل بالنسبه لي ان انا اتشيك ديفليكشن باستخدام برنامج السيف، يعني هيبقى صعب قوي مش معايا وقت كافي ان انا اتشيك ديفليكشن مانوال لكل الاليمنتس اللي عندي. فالافضل ان انا بتشيك ببرامج ديزاين اند اناليسيس، ببرنامج مثلا زي برنامج السيف. طيب الديفليكشن ده بيحصل من السيرفسابيلتي ليميت ستيت، وهو عباره عن ايه دلوقتي؟ الديفليكشن هو عباره عن ترخيم بيحصل للبلاطات والكمرات نتيجه الاحمال الواقعيه الميته والحيه، يعني الديد لود واللايف لود. تخيل مثلا كده يا باشمهندسين، عندي دي بلاطه ودي السبورتات بتاعت الكمرات، او دي كمره ودي السبورتات بتاعت العمدان. اللي بيحصل بعد ما الاليمنت ده بيتحمل، بتيجي الميد بوينت او نص في نص البحر بتاعي، بيحصل سيتلمنت، النقطه دي بتنزل تحت، الديفليكشن بيبقى واخد شكل المونت. كويس كده؟ طيب الديفليكشن ده ايه اللي ممكن يعمله؟ هل ممكن يعمل فيلير للمنشأ؟ لا، هو الحقيقه ان هو مش هيعمل فيلير للمنشأ، ولكن يعمل ثلاث حاجات برضو مش لطوع فيها. اول حاجه ده منظر غير مرغوب فيه، يعني مثلا ولنفرض ان احنا قاعدين في بيت، واحنا مثلا ما فيش حد فينا مهندس مدني، وانا عندي كاميرا في الصاله كده، الكاميرا دي حصل لها ديفليكشن 5 سم، هل المنظر ده بالنسبه لي هيبقى مفهوم؟ لا، انا مش فاهم ان ده ان في حاجه اسمها ديفليكشن وترخيم والكلام ده، انا كل اللي فاهمه ان دي حاجه ممكن تسبب لي مشكله كبيره قوي. طيب دي حاجه، يبقى منظر غير مرغوب فيه اول حاجه. تاني حاجه، لو انا عندي دي مباني، لو انا عندي مثلا الجزء ده كده مباني، نفرض مع بعض ان ده كده جزء مباني، كويس كده، وانا عندي والله دي كاميرا، الكاميرا دي لما هيحصل لها الديفليكشن بتاعها من السيف، لما الديفليكشن بتاعها من السيف يعني حاصل اكشوال ديفليكشن عالي قوي، ايه اللي ممكن يحصل؟ الطبيعي ان المباني دي هتشرخ، الطبيعي ان المباني دي هتشرخ، المباني دي هتشرخ. طيب دي تاني حاجه. تالت حاجه وهي الاهم، ان لو انا عندي الواجهه بتاعتي ازاز، لو انا عندي الواجهه بتاعتي ازاز، يعني انا لو عندي الجزء ده كده ازاز، لو انا عندي الجزء ده كده ازاز، لو الكاميرا بتاعتي مش سيف ديفليكشن، الازاز ده ايه اللي هيحصل له؟ هيفرقع، الازاز ده هينفجر، هيحصل له انفجار. يبقى دول الثلاث مشاكل اللي ممكن يسببهم الديفليكشن، ثلاث المشاكل اللي ممكن يسببهم الديفليكشن. طيب عشان اكون اقدر اتشيك ديفليكشن، في حاجتين مهمين قوي بالنسبه لي، حاجه اسمها المومنت كراكنج، وحاجه اسمها المومنت ابلايد. ايه هو المومنت ابلايد؟ قال لك هي العزوم الناتجه من الاحمال الميته والحيه، العزوم الناتجه من الاحمال الميته الحيه. يعني انا هاجي في الوركينج كومباينيشن هحسب المومنت الاون ويت ونتيجه السوبر ديد لود، مثلا لو فلور كفر ولايف لود وول لود اسف، واحسب المومنت نتيجه اللايف لود واجمعهم على بعض كده، جبت المومنت ابلايد، المومنت من الوركينج كومباينيشن مش من الالتيميت، مش مضروب فاكتور اوف سيفتي. طيب اروح احسب حاجه اسمها الام كراكنج. الام كراكنج دي عباره عن ايه؟ قال لك الام كراكنج بتساوي الاف سي تي ار، مقاومه الخرسانه للشد في الاي جروس على الواي تي. ادي المعادله بتاعتنا في الكود المصري صفحه 448، ادي الاف سي تي ار في الاي جروس على الواي تي. قال لك الواي تي طبعا هي المسافه من محور الخمول حتى الحديد بتاع المشدود، والاف سي تي ار هي مقاومه الخرسانه للشد، والاي جروس يا باشمهندسين هو القطاع الكامل للخرسانه. يعني مثلا لو عندي كاميرا، الكاميرا دي شغاله كامل قطاعها، يبقى الانرشيا بتاعتي هي البي في تي تكعيب على 12. طيب كويس، مقاومه الخرسانه للشد يا باشمهندسين بتبقى اقل طبعا بكتير من مقاومتها للضغط، يعني انا عندي مقاومه الخرسانه للشد تبقى اقل بكتير من مقاومه الخرسانه للضغط عكس الايه؟ عكس الحديد. طيب تعالوا كده مثلا يا باشمهندسين، نفرض ان انا عندي اجهاد الضغط عندي الاف سي يو عندي ب 25 ميجا باسكال، كويس كده؟ 25 ميجا باسكال. طيب ماشي، يبقى الشد بتاعي بيساوي يا باشمهندسين 6 بجذر 25 ب 3، ب 3 ميجا باسكال، يبقى الشد على الضغط يا باشمهندسين ب 12%. ده معناه ايه؟ معناه ان الخرسانه تقدر تشيل شد 12% ما بتشيل ضغط، يعني 12% من قيمه الضغط بتاعها، ده قيمه الشد بتاعت الخرسانه. الخرسانه مش بتشيل شد كبير زي ما احنا عارفين، قيمه الشد بتاعتها وقيمه الشد بتاعتها قليله. طيب ماشي، في تو كيسز بقى ممكن نقابلهم دلوقتي، لو في لينير سوليوشن ولو نون لينير سوليوشن. قال لك بص، لو الام ابلايد بتاعتي اقل من الام كراكنج، ده معناه ايه؟ معناه ان المومنت بتاعي قليل، معناه ان المومنت بتاعي اللزوم عندي
معناه ان اللزوم عندي يا باشمهندسين قليله. فايه اللي ممكن يحصل؟ قال لك ساعتها الخرسانه بتاعتي مش هتشرخ، ساعتها الخرسانه بتاعتي مش هتشرخ، فالانرشيا بتاعتي هتبقى لاي جروس، الانرشيا بتاعتي هتبقى لاي جروس. يعني انا هفرض مثلا لو انا عندي الام والله ده اقل من الام كراكنج، ساعتها ممكن اقول ان لو الكاميرا دي 25 في 70، ساعتها اقدر اقول الكاميرا كلها الانرشيا بتاعتها كلها اللي هي البي في التي تكعيب على ال 12، الكاميرا شغاله بكامل الانرشيا بتاعتها، الكاميرا شغاله بكامل الانرشيا بتاعتها، مفيش اي جزء في الخرسانه شرخ، مفيش اي جزء في الخرسانه شرخ. ده طبعا الحاجه اللي احنا بنتمناها يعني وما بتحصلش، ان الخرسانه في الغالب هتشرخ لان العزوم في الغالب هتبقى اكبر من الام ابلايد، هتبقى اكبر من الام كراكنج. طيب ساعتها بقى يا باشمهندسين لو شغال باللينير، التوتال ديفليكشن عندي بيساوي ايه؟ بيساوي الديفليكشن اللي جاي من الاون ويت والسوبر ديد لود واللايف لود والقطاع الجروس. يعني انا يا باشمهندسين هاجي اخش على السيف واعمل كيس اسمها كومبينيشن اسمها الوركينج، الكومبينيشن العاديه اللي احنا بنعملها وبنطلع منها مثلا رياكشنات لو عايزين نصمم من القواعد ولا حاجه، رياكشنات العمدان يعني. فساعتها بقول ان الديفليكشن بتاعي هقول من الكومبينيشن بتاعت الوركينج، من الكومبينيشن بتاعت الوركينج. طيب لو انا شغال بقى نون لينير سوليوشن يعني ايه؟ لو انا الام ابلايد عندي اكبر من الام كراكنج، ايه اللي هيحصل؟ ساعتها الخرسانه هتبدا تشرخ والحديد بتاعي هو اللي هيبدا يشيل الايه؟ الشد بتاعتي، يعني الخرسانه بتاعتي هتبدا تشرخ. قال لك ساعتها طبعا الطبيعي ان الخرسانه لما هتشرخ مش هتشتغل بكامل الانرشيا بتاعتها، هتشتغل مش هتشتغل بكامل الانرشيا بتاعتها، لا والله ساعتها هيبقى في جزء شغال من الخرسانه والجزء الشد شاله الحديد، الجزء الشد خلاص ايه؟ شاله ايه؟ شاله الحديد. طيب ماشي كويس. قال لك بص في حاجه اسمها الاي كراكنج وحاجه اسمها الاي افكتيف. الاي كراكنج هنروح نحسبه، والاي افكتيف قال لك المعادله بتاعت الاي افكتيف هي من الكود برضو صفحه 448، هي الام كراكنج على الام ابلايد كل تكعيب في الاي جروس زائد افتح قوس 1 ناقص الام كراكنج على الام ابلايد كل تكعيب اقفل القوس مضروب في الاي كراكنج. طيب ماشي طبعا عشان نصين ان في حاجه اسمها اي كراكنج وحاجه اسمها اي افكتيف وحاجه اسمها الاي جروس. الاي الافكتيف بتبقى اقل من او يساوي الاي جروس والاكبر من او يساوي الاي كراكنج. تعالوا نبص ليه المشكله دي يعني او ليه القصه دي يعني. دلوقتي الخرسانه بتشرخ من حاجتين، من الشير ستريس بيبدا يحصل نتيجه قوه القصه عندي دايجونال شروخ كراكنج دايجونال كده بالشكل ده كده، وتبدا تموت ايه في النص لو ما فيش عندي ايه حمل مركز يعني. طيب ونتيجه المومنت يعني بيحصل نتيجه الشير ستريس ونتيجه المومنت. طيب لو انا جيت خدت سيكشن هنا، خدت سيكشن عند المحور ده، لو جيت خدت سيكشن عند المحور ده كده، ساعتها الاي بتاعتي هتبقى فيها شروخ، هتبقى الاي كراكنج، هشتغل بالاي كراكنج. طيب لو جيت خدت عند المحور ده، عند المحور ده، ساعتها تبقى الاي بتاعتي اي جروس. ليه؟ لان انا شمسين عندي مش كل القطاع مشرخ، مش بيبقى كل القطاع مشرخ، في اجزاء مشرخه، في شرايح مشرخه، وفي شرايح زي ما قلنا ايه مش مشرخه. طيب ماشي انا كده اعمل ايه بقى؟ قال لك بص لو اشتغلت بالاي كراكنج عشان تسيف القطاع، ساعتها هتبقى انت ايه؟ هتبقى القطاع بتاعك غير اقتصادي، ساعتها هتحتاج لو انت شغال بالاي كراكنج ومصمم بالاي كراكنج، ساعتها تبقى انا مش سيف ديفليكشن، فعشان ازود ابقى سيف ديفليكشن ازود الكونكريت دايمنشن فكده فلوس. طيب لو انا اشتغلت بالاي جروس ساعتها مش هبقى سيف، لان انا اصلا القطاع عندي فيه اجزاء مشرخ. فقال لك هنروح نحسب حاجه اسمها الاي افكتيف. الاي افكتيف دي اتاكد ان هي اقل من او يساوي الاي جروس واكبر من او يساوي الاي كراكنج. طيب ماشي لحد هنا ان شاء الله تكون الناس فاهمه، ان شاء الله تكون الناس فاهمه. طيب ماشي الكود المصري بقى بيقول لي يا باشمهندسين، بيقول لي والله انت هتروح تحسب برضه عشان ما نهربش شويه بالكود المصري او الحل المانوال، قال لك هتروح تحسب زي ما قلنا لحد دلوقتي، تحسب الاي افكتيف وتحسب الام كراكنج وتشوف لو الام كراكنج اكتر من الـ من الـ لو الام ابلايد اكبر من الام كراكنج ساعتها ايه قطاع يشرخ. قال لك في حاجتين، قال لك انا عندي ديفليكشن بيحصل نتيجه الايميديت ديفليكشن او الشورت تيرم ديفليكشن وحاجه اسمها اللونج تيرم ديفليكشن. دلوقتي يا باشمهندسين الشورت تيرم ديفليكشن ده عباره عن ايه؟ بص انا دلوقتي لو جيت مسكت كاميرا زي دي كده، الكاميرا دي المراحل التحميل بتاعها بتبقى شكلها عامل ازاي؟ اول حاجه انا صبيت الكاميرا، فبقى عندي ديفليكشن نتيجه الاون ويت، بقى عندي ديفليكشن نتيجه الاون ويت. طب بعد ما صبيتها شطبت السقف ده، بدات احط الفلور كفر بتاعي، فبقى عندي ديفليكشن بقى نتيجه الفلور كفر. بعد كده بدات احط القواطيه او بدات احط الحيطان بتاعتي، بقى عندي ديفليكشن نتيجه الاون لود. بعد كده بدات احمل الكاميرا بتاعتي او السقف بتاعي باللايف لود، بدات احمل السقف بتاعي باللايف لود. يبقى انا مش هنسين بيجي لي ديفليكشن من الاون ويت والفلور كفر والون لود واللايف لود. قال لك بس الديفليكشن ده يا باشمهندسين هو مش الديفليكشن، مش قيمه التوتال ديفليكشن، قال لك ده حاجه اسمها الايميديت ديفليكشن. قال لك انما مع مرور الوقت بتحصل عندي خاصيتين اللي احنا عارفينهم، الكريب والشرينكج. الكريب ده الانكماش اللي بيحصل، الشرينكج ده الانكماش اللي بيحصل للخرسانه، والكريب ده هو عباره عن زياده انفعال الخرسانه بمرور الوقت مع ثبات الحمل زي ما احنا عارفين. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي كاميرا
بالشكل ده كده، وجيت حطيت عليها لايف لود مثلا 10 طن، مثلا 10 طن حطيت عليها لايف لود 10 طن، هيحصل ترخيم، هيحصل ترخيم للكاميرا دي كده يا باشمهندس، هيحصل ترخيم للكاميرا دي كده. وهنقول مثلا ان الترخيم بتاعي ده 1 سم. طيب سيب الكاميرا دي كده وتعالى بعد 10 سنين، هل الديفليكشن يبقى هو قال لك؟ لا، قال لك الديفليكشن هيزيد مع مرور الوقت مع ثبات الحمل، فالديفليكشن ممكن نقول مثلا اللي هو بقى 2 سم. يبقى ده يا باشمهندسين ده الكريب او ده اللونج تيرم، ان مع مرور الوقت بيحصل ديفليكشن اضافي نتيجه الكريب ونتيجه الشرينكج. طيب الكومباينيشن، ان الكوت شغال او اسف ان السيف شغال بيها، اللي السيف شغال بيها الكومباينيشن اللي السيف شغال بيها، ممكن نخش على النت على صفحه على الموقع بتاع السي اس اي وشانسين سيف، ونتكلم ونبص على معطيات الكومبينيشن اللي بنشتغل بيها. قال لك بص الكيس رقم واحد دي هتاخد فيها، قال لك الكراك داناليسيس فور شورت تيرم لود ويز شورت تيرم كونكريت مودولس. قال لك الايه؟ قال لك هتشتغل بالكراك، ان القطاع بتاعك كراك، وهتقول ان المعادله بتاعت الكيس واحد فيها ديد لود 100% من الديد لود، و100% من السوبر ديد لود، و100% من اللايف لود. طيب الكيس رقم اتنين قال لك انت هتشتغل بس في حاله اسمها النون سستيند، قال لك الحاله اسمها نون سستيند، وهنقول يعني ايه نون سستيند دلوقتي. قال لك دي الحاله دي هنقول ايه؟ ان ربع اللايف لود هو اللي موجود، ربع اللايف لود هو اللي موجود. طيب الكيس الثالثه ساعتها هندخل بقى ايه؟ مش هيبقى كراك دي اناليسيس بس، لا ده هيبقى لونج تيرم كراك دي اناليسيس، وهيبقى داخل معايا الكريب والشرينكج والمعاملات بتاعتي، وهتبقى الديد لود زائد السوبر ديد لود زائد ربع اللايف لود زائد ربع اللايف لود. طيب ماشي، دي المعادلات بتاعتي من على موقع السيف اهو، المعادلات الصحيحه اللي بشتغل بيها، ما تشتغلش باي معادلات تانية، لان اي حسابات تانية او اي معادلات تانية هتبقى غلط، اي معادلات تانية على برنامج السيف هتبقى غلط. المعادلات اللي جبتها لك اهي من على موقع السي اس اي سي. طيب ماشي، قال لك الكيس الاولاني هي ديد لود زائد لايف لود زائد ديد لود زائد لايف لود نون لينير كراكد، وقال لك الكيس الثانيه ديد لود زائد 25% من اللايف لود نون لينير كراكد، وقال لك الكيس الثالثه برده نفس الكلام بس هتبقى لونج تيرم نون لينير كراكد. دلوقتي يا باشمهندسين المعادلات دي متوهانة شوية. بص انا دلوقتي طبيعي ان اي ديفليكشن هيحصل لاي قطاع هيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة الديد لود واللايف لود. قال لك بس احنا مش يعني المعادلة دي مش هنجيبها مباشرة كده، قال لك لا، قال لك بص احنا هنيجي نمسك الكيس الاولانيه ونطرحها من الكيس الثانيه ونجمعها على الكيس الثالثه. يعني ايه؟ دلوقتي لو انا مسكت الديد لود واللايف لود وطرحتهم او طرحت منهم الديد لود و25% اللايف لود، بقى معايا ايه؟ بقى معايا 75% من اللايف لود. طيب كويس، ده ايه يا باشمهندسين؟ ده حمل لايف لود مش هعتبره ان هو موجود باستمرار، وال25 طب لو انا وال25% دي هعتبرها ان هي موجوده باستمرار. مسكت انا الكيس الاولانيه وجمعتها على الكيس الثانيه، بقى لي 75% على اللايف لود لللايف لود، جمعت عليها الديد لود زائد 25% من اللايف لود، جبت كده المعادله بتاعتي يا باشمهندسين، جبت المعادله بتاعتي الديد لود زائد اللايف لود. دلوقتي تاني عشان نكون فاهمين، انا دلوقتي يا باشمهندسين زي ما هنقول ان انا مع اللونج تيرم مع مرور الوقت يا باشمهندسين بيحصل ديفليكشن نتيجه الاحمال الموجوده مع ثبات مع ثبات الايه؟ الحمل مع مرور الوقت. طيب هل يا باشمهندسين منطقي ان الديد لود يبقى كله موجود مع مرور الوقت؟ طبعا منطقي يا باشمهندسين ان الديد لود يبقى موجود مع مرور الوقت، الديد لود زي ما قلنا الاون ويت والفلور كفر والحيطان اللي موجوده، فالديد لود كده كده 100% موجود. طيب اللايف لود بقى يا باشمهندسين؟ قال لك لا، اللايف لود مش بيبقى موجود بمرور الوقت بكامل 100% منه، لا ده ساعتها الكود قال لك ايه؟ قال لك هتشتغل ربع اللايف لود هو اللي موجود بمرور الوقت، و75% بيروحوا ويجوا. يعني ايه؟ لو انا عندي قاعد مثلا في كليه، الكليه دي يا باشمهندسين مش الطلبه بتاعتنا مثلا بتبقى موجوده الصبح، ده لايف لود، الطلبه مش هتبقى موجوده بالليل، يبقى انا ليه هصمم على ال 100% لايف لود موجودين مع مرور الوقت؟ يبقى انا بصمم على 25% موجودين مع مرور الوقت و75% بيروحوا ويجوا تاني. طيب كده لحد دلوقتي الكلام كويس. طيب تعالوا بقى شويه ايه نتكلم على الحته بتاعت الفا دي في الكود، وبعد كده نخش على الشغل بتاعنا بتاع السيف. طيب ماشي، دلوقتي يا باشمهندس الكود بيقول لك ايه؟ قال لك بص، قال لك اللونج تيرم ديفليكشن اللي بيحصل مع مرور الوقت، الكود بيقول لك هتروح تحسب معامل اسمه الفا، المعامل الالفا ده يا باشمهندسين هتضربه في الديد لود، في الديفليكشن اللي جاي من الديد لود، معامل اللي انت جايبه ده هتضربه في الايه؟ في الديفليكشن اللي جاي من الديد لود. يعني احنا مثلا جبنا هنروح نحسب الالفا وهنضربه في الديد لود، كويس كده؟ كده انا جبت الديفليكشن اللي مع ايه؟ اللي مع مرور الوقت. بص بيقول لك يا باشمهندسين ايه؟ وطبعا هجمع عليه الديفليكشن بتاع الايه؟ هجمع عليه الديفليكشن ساعتها اللي جاي من نتيجه الديد لود زائد اللايف لود زائد اللايف لود زائد اللايف لود. طيب ماشي، قال لك بص يا باشمهندسين، قال لك والله هو اللونج تيرم ديفليكشن ده اللي هو بيحصل نتيجه الزحف والانكماش الكريب اند شرينكج، وقال لك بتروح تحسب الالفا معامل الالفا ده يا باشمهندسين، وقال لك ان انت بتضربه في قيمه الترخيم اللحظي، بتضربه في قيمه الترخيم اللحظي نتيجه الاحمال الدائمه، نتيجه الاحمال الدائمه.
تقل القواعد السابقه وهكذا. طيب الالفا داش اون سين بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي 2 ناقص 1.2 من 10 في الاريا ستيل داش على الاريا ستيل، بتساوي 2 ناقص 1.2 من 10 في الاريا ستيل داش على الاريا ستيل بتاعتك. طيب هو عايز يقول لك ايه يا باشمهندس من المعادله دي؟ عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك والله ان الكمبريشن ستيل بتاعي او حديد الضغط او الاريا ستيل داش بتاعتي بتقلل من الديفليكشن، بتقلل من الديفليكشن. طب ليه؟ تعالوا نفهم الحته دي كويس قوي. لو احنا مثلا رجعنا للايه؟ للملف بتاعنا وجينا مسكنا مثلا الشكل بتاع الديفليكشن ده كده. طيب نركز كده مع بعض يا باشمهندسين عشان برضو الحته دي كده مهمه. انا ليه الحديد الضغط بيأثر معايا؟ انا دلوقتي يا باشمهندسين شكل الديفليكشن ده بيحصل زي ما قلنا نتيجه بياخد شكل المومنت، يعني انا عندي الجزء اللي تحت مشدود والجزء اللي فوق مضغوط، كويس كده؟ عشان الجزء اللي فوق يتضغط والجزء اللي تحت يتشد، انا عايز ايه اللي يحصل؟ انا عايز الديفورمد شيب بتاعي يبقى بالشكل ده. طيب كويس، تخيل كده بقى يا باشمهندسين معايا، لو انا حطيت حديد علوي، حديد ضغط، لما الحديد ده هيجي يتضغط، لما الخلاصه دي تضغط، الحديد ده هيشتغل معايا ولا مش هيشتغل معايا؟ هيشتغل معايا، الحديد ده هيشتغل معايا، هيقاوم شويه ان الخرسانه فوق تتضغط والخرسانه تحت تتشد فيحصل الديفليكشن. ده يا باشمهندسين السبب الرئيسي ان اللي احنا بندخل الاريا ستيل داش معانا، السبب الرئيسي ان احنا بندخل الاريا ستيل داش معانا لما الكاميرا او القطاع بيجي يحصل له ديفورمد شيب، الحديد اللي فوق بيقاوم الديفورمد شيب ده فبيقلل من قيمه الديفليكشن. طيب كويس ماشي تمام كده يا باشمهندسين، نروح نحسب الالفا وزي ما قلنا ايه كده احنا جبنا التوتال ديفليكشن ايه مانوال. طيب الالفا دي يا باشمهندسين بتبقى بثلاث قيم عشان برضو نبقى عارفين مع بعض. قال لك ان الالفا دي كده كده بتبقى اكبر من او يساوي 6 من 10. بص لو احنا شغالين سوليد سلاب، لو احنا شغالين سوليد سلاب ساعتها يا باشمهندسين ده معناه ايه؟ ساعتها يا باشمهندسين ده معناه ان انا ما عنديش اريا ستيل داش، ما احنا في السوليد سلاب يا باشمهندسين مش هنيجي في نص ده، هي رقه واحده مش هنيجي في نص البلاطه ونحط حديد علوي، ساعتها ده معناه ايه؟ اريا ستيل داش بزيرو، يبقى الالفا ب2، يبقى الالفا بكام؟ ب2، يبقى الالفا ب2. طيب كويس، لو انا شغال كاميرا، لو انا كاميرا باشمهندسين ساعتها الاريا ستيل داش هيبقى هو حديد تعليق الكنات بتاعي، حديد تعليق الكنات بحسبه وبحسب منه الالفا. طيب لو فلات سلاب، لو فلات سلاب بتبقى الاريا ستيل داش تقريبا مثلا لو قلنا ان الشبكه العلويه 5 في 12 بتبقى الشبكه السفليه 5 في 12، فساعتها الاريا ستيل داش بتبقى هي الاريا ستيل داش، فتبقى ساعتها الالفا بتساوي 2 ناقص 1.2 من 10، ساعتها الالفا هتساوي كام؟ هتساوي 8 من 10، ساعتها الالفا هتساوي 8 من 10. دول الثلاث حالات اللي ممكن اشتغل عليهم. لو سوليد سلاب بتبقى الالفا كبيره شويه عشان ما عنديش حديد ضغط، لو فلات سلاب بتبقى الالفا قليله، ولو كمرات ساعتها بدخل الحديد بتاع تعليق الكنات او الحديد المضغوط. طيب ماشي كويس، قبل ما نروح بقى على السيف كده سريعا يا باشمهندسين نتكلم عن لو انا دلوقتي مش سيف ديفليكشن، ايه الحلول اللي انا ممكن اتصرف فيها؟ يعني ايه الحلول اللي انا ممكن اعملها عشان اسيف ديفليكشن؟ اول حاجه انا محتاج ازود الانيرشيا بتاعتي، الانيرشيا ازودها من خلال ان انا ازود الكونكريت دايمنشن، او بمعنى صح يعني بروح ازود الدبس، بروح ازود الدبس، تاثير الدبس معايا في الانيرشيا بتاعتي بتبقى كبير شويه، يعني انا بيبقى فيه البي في التي تكعيب على ال 12، مش هروح ازود عرض الكاميرا يعني واقول ده القطاع مش مسافر ديفليكشن، لا هروح ازود الدبس بتاعي، هروح ازود الدبس بتاعي. طيب او ان انا ممكن اروح ازود مقاومه الخرسانه، لما ازود مقاومه الخرسانه زودت مودولس اوف الاستيستي الاي بتاعتي، في ساعتها زودت الايه مقاومه الديفليكشن. طيب حاجه ثالثه ممكن اعملها، ممكن اقلل اللود بتاعي، ممكن اقلل اللود اللي جاي على القطاع بتاعي. طيب رابع حاجه ممكن اقلل الاليمنت سبان بتاعي، ممكن اقلل السبان بتاع الاليمنت بتاعي. يعني الكلام ده معناه ايه؟ دلوقتي مثلا لو انا هفرض يعني ان انا عندي بلاطه بالشكل ده كده، كويس كده، وعندي كاميرا بالطول ده كده، الكاميرا دي شايله ايه؟ شايله نص البتاع ده كده، نص البلاطه دي كده، وشايله نص الناحيه الثانيه، وشايله نص الناحيه الثانيه. طيب ماشي، لو انا جيت بقى حطيت كاميرا هنا، لو انا جيت حطيت كاميرا هنا، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا قللت مساحه التحميل بتاعت البلاطه، خلاص بقت البلاطه الكاميرا اسف، بقت الكاميرا اللي احنا بنتكلم عليها دي شايله ايه؟ شايله النص ده، وبقت شايله النص ده كمان، بقت شايله النص ده كمان، انا قللت الحمل اللي جاي عليها، يبقى قللت الايه؟ قللت الديفليكشن اللي جاي عليها، او ان انا احط سبورت في النص، ان انا احط سبورت في النص، انا كده قللت الاسبان بتاعها، انا كده قللت الاسبان بتاعها. طيب اخر حاجه ممكن نتكلم عليها الكامبر، ايه الكامبر ده يا باشمهندسين؟ قال لك بص الكامبر ده يا باشمهندسين هو احنا بنيجي نرفع الديفليكشن او نرفع النقطه اللي عندها الماكسيمم ديفليكشن من الشده الخشبيه بتاعتها، من الشده الخشبيه بتاعتها. يعني لو انا عندي كاميرا بالشكل ده مثلا، الكاميرا دي جاي عليها ديفليكشن التوتال ديفليكشن بتاعها 5 سم، كويس كده، الا لو الديفليكشن بتاعي 3 سم، ده معناه ايه؟
معناه هنتكلم على الابل دلوقتي، ده معناه ان الخمسه اكبر من الثلاثه، فدي في كامرا مش سيف ديفليكشن. طيب في 2 سم دول عامل فيهم ايه؟ قال لك بص، هتيجي قبل ما تصب بتيجي تمسك الشده الخشبيه بتاعتك وبترفعها من النص هنا 2 سم، بيجيب شويه، هو بيجيب عرق كده وبيحطه تحت الشده بتاعته وبتاع، بحيث ان يرفع النقطه في النص دي 2 سم، فبقت الشده عامله زي شانسين، بقت الشده عامله واخده الشكل ده كده، بقت الشده عامله واخده الشكل ايه؟ الشكل ده كده. ساعتها لما تيجي تنزل الديفليكشن يبقى الاكشن بتاعي 5 سم، ساعتها اللي هيتبقى لي تحت بس 3 سم، ساعتها اللي هيتبقى لي تحت بس هيبقى انا عندي 2 سم فوق وهيبقى عندي 3 سم تحت، يبقى انا كده ايه؟ سيف ديفليكشن، انا كده سيف ديفليكشن. طيب حته الكمبر دي برده موجوده فين؟ في الكود المصري، هتفتح برده ايه عشان نبقى عارفين كل حاجه موجوده فين؟ تفتح الباب التاسع التنفيذ صفحه 9 6. كويس، هو بيقول لك ايه يا باشمهندسين؟ في البند 9 1 9 4 1 7 بيقول لك ان انا لو عندي الكاميرا بتاعتي كويس كده اللزبان بتاعها زاد عن 8 متر، لو اللزبان بتاعي زاد عن 8 متر، ساعتها بضطر ان انا اعمل كامبر من 1 على 300 ل 1 على 500 من البحر بتاعي. لو اللوحات اللي عندي مش قايله لي ايه اعمل كامبر، لو اللوحات اللي عندي مش قايله لي اعمل كامبر. طيب ماشي، يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني انا مثلا لو عندي كاميرا 10 متر، لو عندي كاميرا 10 متر ادي اهو، لو عندي كاميرا 10 متر وقسمتها على 400 مثلا، يبقى انا بقول له ايه؟ بقول له والله اعمل لي، انا كده اهو عندي كاميرا 10 متر وقسمتها على 400، ساعتها بقول له ايه؟ بقول له والله اعمل لي 2.5 سم، اعمل 2.5 سم كامبر للايه؟ للكاميرا بتاعتي، اعمل 2.5 سم كامبر للكاميرا بتاعتي. قال لك وفي حاله الكوابيل اللي اللزبان بتاعها برده بيزيد عن متر ونص، ساعتها هنعمل كامبر في حدود 1 على 150. طيب ده ذكر الكود لحته الايه؟ الكامبر. طيب ماشي كده، نروح بقى نخش على السيف يعني ونشتغل مع بعض. يا باشمهندسين زي ما احنا اتفقنا على المعادلات بتاعتنا، نيجي نطبقها هنا. ادي عندي بلاطات يا باشمهندسين، البلاطات دي والله مش دي، هنفتح مثلا الدي اكس اف ده كده، ادي عندي السقف ده 5 متر 6 متر 5 متر، الاسبان 4 متر 2 متر 3 متر. طيب واخدين سقف كده بحيث ان يبقى فيه ايه؟ 1 واي و2 واي، ونشيك ديفليكشن عليه. البلاطه عندي 12 سم، البلاطه عندي 12 سم، الاحمال اللي عليها 25% لايف لود طن على المتر المسطح، وفلور كفر 15%، وادي الايه؟ الكمرات عندي 25 في 70، الكمرات عندي 25 في 70، وادي حمل اللود اللي موجود على الكمرات عندي، ادي حمل اللود اللي موجود على الكمرات عندي لو جبنا 3 دي، ادي حمل اللود 1.4 طن على المتر رن، تقول له شو عندي فورمت شيب وتقول له هات لي الاكس واي تاني. طيب تمام، تعالوا بقى نتشيك ديفليكشن كده بسرعه. اول حاجه يا باشمهندسين هروح اعمل ايه؟ هروح على اللود كيسز واقول له اد نيو كيس، اد نيو كيس، اول حاجه هسميها ادي كيس رقم 1، واقول له ايه؟ هقول له كيس رقم 1 دي زي ما احنا عارفين يا باشمهندسين هيبقى فيها 100% من كل الاحمال، 100% من كل الاحمال، ادي دي اللود وادي الول لود وادي الفلور كفر وادي اللايف لود. طيب كويس، واقول له نون لينير كراكد، اقول له يا باشمهندسين؟ اقول له نون لينير كراكد. طيب كويس ماشي، نعلم عليها ونقول له ايه؟ ونقول له اوكي، نقول له اوكي، نمسك الكيس بتاعتنا ونقول له اد كوبي، نقول له الكيس بتاعتنا دي بقى اسمها ايه؟ كيس 2. كيس 2 دي هناخد منها بس ربع اللايف لود، هناخد منها ربع اللايف لود، وهتفضل الحاله بتاعتنا نون لينير كراك. وهنيجي على الكيس رقم 3، ادي كيس رقم 3 ايه؟ هنقول له والله دي كيس رقم 3 هتبقى ساعتها نون لينير لونج تيرم. نركز كده مع بعض يا باشمهندسين، ايه القيم الموجوده هنا دي؟ قال لك ده الكريب كوفيشنت هو هنا في الحساب بتاعتنا واخدينها 2، والشرينكج 5 من 10000 الشرينكج سترين. القيم دي موجوده فين؟ القيم دي بص احنا هنخليها زي ما هي كده، بس القيم دي موجوده برضه عشان نبقى عارفين هي موجوده فين. القيم دي موجوده، ممكن مثلا لو فتحت صفحه ممكن نقول 243 هنا كده، ادي اهو ماشي، ادي صفحه، ادي يا باشمهندسين لو جينا على صفحه 217، لو جينا على صفحه 217 هتلاقي بيتكلم على معاملات الشرينكج، ادي معاملات الشرينكج يا باشمهندسين مضروبه في 10 سالب 3، هو واخدها 3 عندي، واخدها 3 من 10، واخد مثلا احنا عندنا هنا 31%، بتعتمد طبعا على نسبه الرطوبه ومعامل التحميل، التحميل بتاع القطاع تحمل امتى وهكذا، والووتر سيمنت ريشيو وهكذا يعني. ادي يا باشمهندسين زي ما قلنا هو واخد هنا 3 من 10 في 10 سالب 3، واخدها ايه؟ 3 من 10000، هو واخدها اسف هنا 5 من 10000، انما هي هنا عندي 3 مثلا 31%، 38% وهكذا يعني. طيب القيم بتاعت الزحف يا باشمهندسين، ادي التيبل بتاعي بتاع الزحف، شوف الكيس بتاعتي ايه واطبقها واكتب الكوفيشنت هنا، واكتب الكوفيشنت هنا، هو سيبها 2 هنسيبها زي ما هي، قول له اوكي.
طيب كده احنا عملنا ايه؟ ادي كيس واحد وكيس اتنين، بس كيس تلاتة مش مكتبش فيها الرقم تلاتة، كيس مكتبش فيها الرقم تلاتة، واقول له اوكي اوكي طيب تعالوا نروح على الديفاين، على اللود كومباينيشن، نقول له اد نيو كومباينيشن، نقول له ايه؟ نقول له والله ديفاي، نقول له المعادله بتاعتنا اسمها التوتال ديفليكشن، التوتال ديفليكشن، وهنقول له ان احنا هناخد الكيس رقم واحد زي ما اتفقنا، وهنطرح منها الكيس رقم اتنين، ونجمع عليها الكيس رقم تلاته. ادي كيس واحد، كيس اتنين، كيس تلاته، ادي كيس اتنين، وخلي لي بس الكوفيشن ده كام بسالب واحد، واقول له اوكي اوكي طيب ماشي. قبل ما اعمل رن يا باشمهندسين، في حاجه برضو مهمه، قبل ما اجي اعمل رن بقول له والله ايه، في حاجه اسمها كراكنج اناليسيس اوبشن، كراكنج اناليسيس اوبشن. دلوقتي انت هتقول له يتشيك هو ديفليكشن من الفاينايت اليمنت ديزاين بتاعه، يعني هو لما يعمل ديزاين هيحط الاريا سير كومبريشن وهيتشيك ديفليكشن، ولا انت اللي هتدخله الحديد؟ لا خلينا بقى ندخل حته الحديد بتاعنا، الشبكه بتاعتنا في الفيديو، في الجزء بتاع الفلات، عشان الحته دي مهمه قوي وما اتشرحتش قبل كده يعني. طيب تعالوا نعمل رن كده، هو هياخد بس وقت شويه في الرن عشان انت ايه شغال لونج تيرم، هياخد شويه وقت في الرن عشان شغال لونج تيرم. طيب هو كده بيعمل رن اهو. طب تعالوا كده مثلا لحد ما يعمل رن بتاعنا، نخش على السقف الفلات، نخش على السقف الفلات، نعمل المعادلات بتاعته. انا السقف الفلات والله عندي الابعاد بتاعتي 7.5 و7 متر، وعندي 8 متر، وعندي 7 متر. طيب ماشي كويس، هنيجي نعمل نفس الكلام، هنيجي نعمل ديفاين، هنيجي نعمل لود لود كيس، ونقول له طيب، هنقول له اد نيو كيس، هنقول له والله كيس رقم واحد، وهناخد معانا 100% من كل الاحمال. ادي اهو دي اللود، وادي الفلور كفر، وادي الوول لود، وادي اللايف لود. طيب ماشي، ادي اللايف لود واحد زي ما احنا عارفين، ماشي النون لينير كراك، وتقول له اوكي، وتقول له اد كوبي، دي الكيس دي هتسميها كيس رقم اتنين، تقول له خد لي اللايف لود بربع، وتقول له اد كوبي الكيس رقم اتنين، وتقول له الكيس رقم تلاته، ادي الكيس رقم تلاته، وتقول له ساعتها نون لينير لونج تيرم كيب وشرينكج، تقول له اوكي، تقول له ديفاين، تقول له لود كومباينيشن، تقول له اد نيو كومبو، ادي التوتال ديفليكشن، توتال ديفليكشن، وتقول له الكيس بتاعتنا كيس واحد ناقص كيس اتنين، ناقص كيس اتنين زائد كيس تلاتة، ادي دي سالب واحد، وقول له اوكي اوكي. طيب تعالوا بقى نبص هناك كده، اكيد خلص. طيب ماشي، تعالوا بقى نعرف ازاي نقرا النتائج. اول حاجه والله انا بروح اعملها هنا. طيب هنروح يا باشمهندسين كده نشوف الديفليكشن اللي جاي عندي على البراطات والكمرات. ادي هنروح اقول له في اللود كومباينيشن للديفليكشن يظهر لي التوتال ديفليكشن. تعالى نمسك مثلا البلاطه دي كده، واضح ان هو عندها اكبر قيمه ديفليكشن بالنسبه للبلاطات يعني. الديفليكشن بتاع شونسين 1.4 من 10، 1.4 من 10. طب الالاوبل بتاعي كام؟ نفتح الكود المصري، نركز بقى في النقطه دي مهمه قوي يا شونسين، النقطه دي مهمه قوي. قال لك اول حاجه لو انا عندي بلاطات كويس كده وكاميرات، كاميرات دي ذات اتجاه واحد او ذات اتجاهين، بيبقى الالاوبل ديفليكشن بتاعي ايه اللي على 250، ايه اللي على 250، ولو قوابيل بيبقى او كانتليفر بيبقى ايه اللي على 450، ايه اللي على 450. طيب ماشي، قال لك خد بالك لو انت طبعا الاكشوال ديفليكشن اقل من اكبر من القيم دي يبقى انت كده مش سيف، مش سيف ديفليكشن. طب قال لك حاجه ثانيه، قال لك لو انت هتتشيك هتجيب ديفليكشن لللايف لود، الديفليكشن اللي جاي نتيجه اللايف لود كويس كده، وتقارنه بال على 360، لو اكبر يبقى مش سيف، لو اقل يبقى سيف. برضه الحاله دي جايه من اللايف لود، الايميد ديفليكشن الحادث نتيجه ايه؟ اللايف لود، الاحمال الحيه. قال لك بص ركز في نقطه مهمه قوي، قال لك لو انت عندك الواجهه بتاعتك ازاز، لو انت عندك الواجهه بتاعتك، ما هو طبيعي يا باشمهندسين لو انا عندي الواجهه بتاعتي مباني هتختلف في الديفليكشن عن الواجهه بتاعتي ازاز، يعني الضرر بتاعي في الازاز اكتر بكتير، لان الازاز كله هيفرقع كويس كده، تكلفه كبيره. فساعتها بقسم ال بقسم ال على 480، بقسم ال على 480. طيب كده انا ايه ده الالاوبل ديفليكشن لو انا عندي واجهه ازاز. طيب ماشي، قال لك ال دي يا باشمهندسين برضه، قال لك ال دي بتبقى المسافه بين نقطه الانقلاب والبلاطات او ايه؟ او طول الكابول، نقطه الانقلاب للكاميرات والبلاطات او طول الكابول. زي احنا عارفين لو انا عندي مثلا كاميرا بالشكل ده كده، لو الكاميرا دي سيمبل بعتبر ان ال بتاعتها كامله، ولو الكاميرا دي مكمله من ناحيه واحده بعتبر ان ال بتاعتها كام؟
78% 87% اسف. ولو مكمله من ناحيتين بعتبر ان اللي بتاعتها كام يا باشمهندسين، اللي بتاعتها ساعتها هنا هتبقى كام؟ هتبقى 76%، هتبقى 76%. طيب النقطه دي برضو في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، فناخد بالنا منها. طيب في الفلات 77 ال ال بتاعي هو الطول الاكبر، في البلاطات المسطحه اللاقمريه الطول بتاعي الاكبر، لان الديفليكشن في الفلات سلاب بيبقى في البحر الاكبر، عشان الحمل مش بيحصل له توزيع ويمشي جزء منه في الاصغر، والجزء والالفا تمشي في الجزء البحر الاقصر والبيتا تمشي في البحر الاكبر. لا، في الفلات سلاب ما بيحصلش ديستريبيوشن لللودز عندي، فبتبقى المومنت الكبير في الاتجاه الطويل والديفليكشن الكبير في الاتجاه الطويل. فلما باجي تشيك الالور بتاعي بيزيد شويه، الالور بتاعي بيزيد شويه. طيب البحر ده يا باشمهندسين عندي كام؟ البحر ده عندي كام؟ تعال نشوف اللي هنا، ادي 6 متر عندي برضه في 4 متر، يبقى خلاص الديفليكشن الماكسيمم في الايه؟ في الطول القصير، عشان نسبه كبيره من الحمل اللي ماشي في الطول القصير. فمثلا هنقول ان الديفليكشن بتاعي هحسبه هنا بقى ازاي؟ البلاطه دي مكمله في اتجاه ال 4 متر من ناحيه واحده، يبقى 4، يبقى 4 كويس كده، في كام؟ في 87% بيساوي 3 3 متر ايه 48 سم، اسمه على 250. ساعتها بقى ايه يا باشمهندسين؟ الاول ديفليكشن بتاعي سنتي و4 من 10، سنتي و4 من 10. طيب هنا الديفليكشن بتاعي كام؟ نركز كده مع بعض، سنتي و4 من 10 اهو، سنتي و4 من 10 ده يعني ده سيف بالظبط، يعني ده سيف مثلا بالظبط. ممكن نبقى نزود السكنس بتاع البلاطه شويه، بدل 12 سم نخليها 14 سم 13 سم مثلا يعني. طيب ماشي، بالنسبه للكاميرات طبعا واضح ان الايه؟ انا هنا عامل ايه يا باشمهندسين؟ انا هنا والله شايل العمود ده ومخلي البحر بتاع القمر دي 11 متر، عشان يبقى القمر دي ايه؟ شوف هتسيف ولا مش هتسيف يعني. طيب ماشي، ظهر لي الديفليكشن بتاعها كده، ادي الديفليكشن بتاعها، قول له الغي لي يا عم البلاطات. فاشوفها الديفليكشن بتاعها يا باشمهندسين 3.7 من 10، 3.75%، الديفليكشن بتاعها 3.75%. طيب تعالوا نبص على القمر دي، تعالوا نبص على القمر دي، القمر دي طولها كام؟ القمر دي طولها 11 متر، 11 متر كملها من ناحيه ايه؟ من ناحيه واحده، يبقى 11 متر، يبقى 11 متر اهو، 11 متر اضربه في 98% او 87% اسف، وقسمهم على 250، يبقى الاول ديفليكشن 3.8 من 10. طب انا الاول الاكشوال ديفليكشن عندي كام؟ الاكشوال توتال ديفليكشن عندي كام؟ 3.7 من 10، يبقى انا سيف بالظبط، يبقى انا سيف بالظبط كده يا باشمهندسين. الحل بتاعي ايه بقى؟ الحل بتاعي كده سيف ديفليكشن وايكونوميك، القطاعات بتاعتي ايكونوميك، مش قطاعات، مش مكبر القطاعات وخلاص يعني. كده احنا خلصنا السوليد سلاب، نخش على الفلات سلاب. الفلات سلاب عندي دلوقتي يا باشمهندسين هنعمل ايه؟ رن. بس قبل ما نعمل رن بقى عايزين نتكلم على نقطه مهمه قوي، عايزين نتكلم على نقطه مهمه قوي ما حدش اتكلم عليها بصراحه قبل كده. النقطه دي الا وهي ان انا عايز ارسم الحديد بتاعي، عايز ارسم الحديد بتاعي واقول له ان في فلات سلاب زي ما احنا عارفين ان حديد الضغط موجود، الشبكه السقف شبكتين، فحديد الضغط موجود، فدخل الحديد ده معايا واشوف لي الديفليكشن بتاعي عامل ازاي. طيب معلش كده، قبل ما ندخل الحديد بتاعنا، قبل ما ندخل الحديد بتاعنا، تعالوا نعمل الرن ونشوف الديفليكشن بتاعي كام، شوف الديفليكشن بتاعي كام قبل ما ادخل الحديد، عشان لما ادخل الحديد اشوف الديفليكشن بتاعي كام واعرف الفرق بتاعي حصل قد ايه. الفرق بتاعي حصل او الكومبريشن ستيل قلل لي الاكشوال ديفليكشن بقيمه قد ايه. طيب ادي عمل رن اهو يا باشمهندسين، تعالوا كده نزوم شويه البقعه الكبيره دي. الديفليكشن يا باشمهندسين 9 و 6 سم و 9 من 10 او 6 سم 95، يعني قول مثلا 7 سم، يعني قول 7 سم. ده كده يا باشمهندسين ايه؟ ده كده انا ما دخلتش الحديد معايا، ده كده انا ما دخلتش الحديد معايا. طيب هنقول له لا فك الحل، هنقول له فك الحل. دخل لي بقى الحديد، بدخل الحديد بقى ازاي يا باشمهندسين؟ بدخل الحديد ازاي؟ اول حاجه يا باشمهندسين هتخش في الديفاين في حاجه اسمها رينفورسنج بار سايز. لو انا عايز ادخل الحديد بتاعي هتلاقي عندي مثلا حديد 12 و14 وايه و16 مللي وهكذا. طيب هتخش بقى على الدرو، هتخش على الدرو على قائمه درو، وهتيجي في الاخر خالص كده هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ درو سلاب ريبار، درو سلاب ريبار. طيب نركز قوي في القائمه دي يا باشمهندسين، نركز قوي في القائمه دي. اول حاجه انا الريبار سايز اللي هشتغل بيه والله 12 مللي. وادي يا باشمهندسين بيقول لي انت عايز الويتس بتاعتك بتاعت الحديد بتاعك من الشمال كام ومن اليمين كام؟ انا هرسم من فوق، فهخلي من الشمال بزيرو ومن اليمين بكامل الطول بتاعي ده، بكامل الطول بتاعي ده لو انا هرسم ايه؟ الحديد في الاتجاه ده، فاقول له والله رسول الحديد على مسافه كام؟ 14 متر 75. طيب قال لك بص بقى، قال لك يا سيدي دلوقتي الفيرتيكال اوف سيت فروم ديتم، الديتم بتاع الباشمهندسين بتاع البلاطات بيبقى الوش بتاعه، بيبقى الوش بتاعه، فانا هنزل منه كام؟ هنزل منه كام؟ من الوش بتاعي هنزل مثلا 3 سم، ويبقى الحديد بتاع الكومبريشن موجود 3 سم من وش البتاع من فوق. يعني برضو عشان برضو نتخيل الجزء ده كده مع بعض عشان نتخيل.
الجزء ده كده مع بعض. انا طبعا بيبقى عندي حديد شد وحديد ضغط. انا بالنسبه لي الحديد لو انا عندي السقف بالشكل ده كده، فانا بحط الحديد الضغط مثلا، حديد الضغط ده والحديد الشد ده. الحديد الضغط البلاطه عندنا مش 25 سم، فحديد الضغط مثلا هنقول ان هو من السنتر لاين بتاع السيخ لحد الوش الخرسانه من فوق، هنقول دي 3 سم، نقول دي 3 سم. ومن وش الخرسانه من فوق لحد الشد تحت هنقول مثلا كام، 22 سم، هنقول 22 سم. طيب كويس ماشي كده كويس. يبقى شمسين هنعمل، احنا هنقول ايه، سالب 3 من 100، سالب 3 من 100، ونبدا نرسم الحديد بتاعنا، نبدا نرسم الحديد بتاعنا. ادي الحديد بتاعنا اهو. اخر حاجه شمسين معلش نسيت اقولها، الماكسيمم بار سبيسنج، هنقول المسافه بين الحديد 200 مللي، هنقول المسافه بين السياخ 200 مللي. انا كده رسمت يا شمسين ايه، حديد الضغط بتاعي في الاتجاه ده، حديد الضغط بتاعي في الاتجاه ده. طب تعالوا نرسم حديد الشده بالمره، تعالوا نرسم حديد الشده بالمره، هنقول سالب 22 من 100، بس هو ده اللي اختلف، هنقول سالب 22 من 100، وامسك برضو من هنا لحد هنا. ايوه بصوا كده، نعمل زوم اوت كده يا شمسين. هو بيقول لي ايه، بيقول له والله الحديد بتاعك انا رصيته لحد هنا، الحديد بتاعك انا رصيته لحد هنا. طيب كويس ماشي. تعالوا بقى نمشي في الاتجاه التاني. تعالوا نرسم الاول حديد الشد بما اننا واقفين عليه، بس هنخلي دي كام، 14 25 عشان عرض البلاطه بتاعتي في اتجاه اكس غير اتجاه واي. طيب كويس ماشي. ونبدا برضو من الليفت بحيث ان يبقى الودس عندي كله رايت، ونقول له ماشي بس خلي دي كام، سالب 3 من 100، وقول له ارسمه لي ماشي كده. طيب كويس، وقول له شكرا، قول له اكس واي شوند فورمت شيب ماشي. تعالى يا باشمهندسين هنقول له ران كويس كده، وهنخش على الكراكنج اناليسيس اوبشن، وهنقول له يوز، هيعلم على يوزر سبيسيفايد ريبار بتاعتي. اليوزر سبيسيفايد ريبار يعني ايه، يعني يشتغل بالحديد اللي انا مدخله لك. لو هو كان لو احنا كنا معلمين يا شمسين على الفروم فاينايت اليمنت بيز ديزاين، يعني هو الحديد اللي البرنامج هيصممه هو اللي هيشتغل بيه، ولا ايه، هو اللي هيقوم معايا الديفليكشن حديد الضغط بتاعي. انما انا هنا بقول له لا، انا هقول له يوزر سبيسيفايد ريبار، الحديد بتاعي اللي انا دخلته عندك. طيب ماشي، هنعمل رن كده، هنعمل رن. طيب هو كده عمل رن يا باشمهندسين، كده عمل رن. لما حطينا الحديد بتاعنا، لما حطينا الحديد بتاعنا بدانا نشوفه يا باشمهندسين. بص نركز مع بعض، الديفليكشن بقى كام، بقى 6 سنتي. الديفليكشن بقى كام، بقى 6 سنتي. بقى اقل كام، اقل سنتي، اقل سنتي. الحاجات دي بتفرق معانا، لان كده كده انا عندي حديد ضغط اصلا. انا حطيت شبكه يا باشمهندسين 5 فاي 12 فوق وتحت، حطيت شبكه 5 فاي 12 فوق وتحت. طيب ماشي، يبقى كده دي ان شاء الله الرحمن تكون اول مره تتقال فيها الطريقه دي في كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب يعني. ان شاء الله باذن الله تعالى تكونوا استفدتوا من الفيديو باذن الله تعالى. وتقدر برضو تخش على القناه بتاعتي على اليوتيوب، تقدر تتفرج على الفيديوهات بتاعتنا، شرح الخرسانه مانوال وباستخدام برنامج السيف. ونسالكم الدعاء بصلاح الحال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.